كابتن أسامة، شفت الناحية الهجومية ازاي النهاردة في النادي الأهلي؟ يعني زي ما الكباتن قالوا كده، بنبارك للنادي الأهلي على التعادل النهاردة، انك تاخد نقطة في ظل الظروف اللي كانت قبل المباراة، سفر وعندك ضغط عصبي كبير، مباراة سان داونز، وكمان غير الضغط السفرية اللي كانت طويلة جدا. يعني انت بتيجي من أقصى جنوب القارة وبتلعب، بتمرن تمرينة وبتلعب المباراة النهاردة، في ظل كمان عندك اصابات لعيبه غابت النهارده كانت مؤثره، في ظل لعيبه كانت بتلعب النهارده، كانت لعبه المباراه اللي فاتت 90 دقيقه، زي احمد فتحي، زي عمرو السوليه، زي ديانج، ما بخلوش النهارده باي جهد. ففي ظل الظروف دي كلها النهارده بنبارك للنادي الاهلي على النقطه. يعني سموحه النهارده ملوش اي فرصه على مرمى النادي الاهلي، في ظل ان سموحه كان مريح، يعني بقاله فتره كبيره والنادي الاهلي هو اللي عنده الضغط، فانت في ظل الظروف دي كلها بشكل دفاعي جيد على الاقل، هو ده اللي يعني الطريقه اللي لعب بيها، كان بيقفل الاطراف، كله بيلعب على الكوره وبيلعب على المرتدات. حتى المرتدات ما شفناش النهارده غير الكوره الوحيده اللي راحت لمحمد الشناوي، محمد الشناوي هي اللي كانت تسديده من بره، والكوره دي لو رجعنا ليها تاني واللقطه عند سمير عكاشه يا ريت يعيدها لنا ويجيبها لنا كمان في الاعاده، لو عندك يا سمير يا ريت تجيبها لنا في الاعاده. النهارده الكره دي فيها فاول لصالح عمرو السوليه بعد التسديده، يعني انا قبل التسديده دي من اولها خالص، هيجيبها من اولها، افتح جنبي. لا دي مش دي من اول اللقطات يا سمير، انا عايز لقطه الهدف في الاعاده لما يوصل ليها. حاضر، هيجيبها لنا. النهارده الفار انصف النادي الاهلي ضد محمد عادل، محمد عادل النهارده كان متعنت في قراراته ضد النادي الاهلي، مع ان محمد عادل يعني دايما من الحكام اللي احنا كنا بنشيد بيهم. طيب يعني يا ريت تجيبها لنا، هاتها لنا بقى في الاعاده، في الاعاده. هنا الكوره، بص عمرو السوليه هو اللي اخده، بص هنا لاعب سموحه بيلعب ايه؟ لاعب سموحه بيسدد وما شاطش الكوره، ده شايط بطن عمرو السوليه او جنب عمرو السوليه، محمد عادل شايف الكوره والكوره قدامه متر، هو بيقول على الكوره، طب مين اللي لاعب الكوره هنا؟ عمرو السوليه، يعني اذا لعيب سموحه ما لعبش الكوره وهو بيسدد جنب عمرو السوليه لاعب سموحه، لازم الكوره دي تحتسب فاول لصالح لاعب النادي الاهلي عمرو السوليه، وكان لازم يرجع فيها محمد عادل لقرار الفار فيها عشان يرجع ان هي دي الكوره اللي تم احراز الهدف منها. فعشان كده بقول لك النهارده حتى في اللحظات الاخيره الفار انصف النادي الاهلي ضد محمد عادل. محمد عادل كان من السنه اللي فاتت من الحكام المميزين، السنه دي للاسف في مباريات كتير بيمر بظروف صعبه وقرارات صعبه ومستواه السنه دي تاخر عن السنه اللي فات، يعني شايف الكره وسمير عمال يعدها، واقف جنبها كره الهدف، واقف جنب، مفيش حتى لو هي احرز الهدف الفار بيقول له لازم إن يرجع ده تاني. يرجع للكره، ان كان في هناك ضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي قبل احراز الهدف، وبالتالي يلغى الهدف. اول هاف تايم يا كابتن فتحي مدي دقيقه وقت ضايع. هنرجع بقى، الكره جت لي بقى، الكره جت علينا، فضل ممشي الماتش لغايه 3 دقايق وقت ضايع عشان كورنر يتلعب، يجوز يخش جول. لا ده كويس، واول ما انت تاخد الكره وتيجي تعمل كونتر اتاك يروح مصفر. اي فاول بيجي بعد ما سموحه اتحسب لها الجول ده بيلعبه في 3 4 دقايق، ويعد ويرجع اللعيبه ويكلم اللعيبه ويعمل اخد 3 دقايق في كل فاول. النقطه اللي انت بتقولها كابتن شريف، 3 دقايق في كل الشوط الاول، ضربه ثابته الشوط الاول حسب دقيقه واحده وقت ضايع، لعب بعد الدقيقه بعد ما انتهت دقيقه و10 ثواني زياده. طب الشوط الثاني اترفع 5 دقايق، من 5 دقايق انت لعبت دقيقتين بالظبط، وقفت في ركله الجزاء، وقفت لما طلعت شفت الفار، ده كل وقت مستهلك، ما لعبتش من 5 دقايق غير دقيقتين. فالنهارده بقول لك محمد عادل للاسف من أسوأ المباريات اللي ادارها كانت مباراه النهارده برغم وجود الفار. احنا قلنا مع وجود الفار المشاكل هتتحل، التحكيم هيبقى افضل، لكن للاسف اللي احنا بنشوفه لا، يعني التحكيم ما زال لسه برضه في بعض العيوب وبعض التقصير وبعض المشاكل اللي هتواجهنا وهنشوفها خلال فتره جايه، ان اللي قاعد على الفار واللي بيحكم هم برضه نفس الحكام، فبرضه نفس المشكله.